طيب تمام كده. شكرا لحضراتكم جميعا، ويعني انا عايز اقول بصراحة على الغرفة، غرفة الأزمات، عاملين شغل حلو قوي. شكرا لدعوتهم، دعوة كانت كريمة قوي. الناس شايفهم أصلا سبورتد قوي لكل أهالي العمرانية، والناس لو أي مشكلة الناس بصراحة متأخرش معاهم خالص. لما تواصلوا معانا احنا طبعا جاهزين في أي وقت إن احنا نبقى مع أي حد إن شاء الله تعالى. طيب خلينا نبدأ ناخد الأسئلة اللي بتدور في ذهن كل الناس. ليه أصلا في مشروع بحث؟ ليه بحث اتطلب من الناس؟ ليه الناس دلوقتي طلب منها إن هم يتعملوا أبحاث؟ هل هو بيعمل ثقل على الناس؟ هل الوزارة طلبت إن هي تعمل ثقل على الناس؟ تمام أستاذ أحمد علي، تمام. هل بتثقل عليهم بإن هم يعملوا مشروعات زيادة؟ هل إحنا عايزين نغرم أولياء الأمور؟ هل ده كله ده كلام مش مظبوط طبعا. طب ليه نظام البحث اللي مطلوب من الطلاب دوت هي مهارة، ومهارة جديدة، ومهارة مهمة. إحنا بنعلم الولاد في سن مهمة قوي، في فترة مهمة قوي، إزاي يشتغل العمل الجماعي، إزاي أقدر إن أنا أعتمد على نفسي، إزاي إن أنا أقدر أعمل بحث. كتير من ولادنا ومن طلابنا ومن الشباب لما بيدخل الجامعة بيبدأ أول حاجة تطلب منه يتعمل منه بحث، يتعمل منه بروجكت معين أو مشروع معين، بيحس إن هو تايه في الحاجات دي كلها. فلا، أنت دلوقتي وأنت لسه في سن صغير هتعرف يعني إيه تعمل بحث، يعني إيه تحلل النتائج دوت، يعني إيه تقدر إنك أنت تعتمد على نفسك وتعمل سيرش، إزاي تطلع إيه الستاندرد أو إيه الصيغة اللي أنت هتبقى ماشي عليها الرسمية وأنت بتعمل البحث بتاعك، اللغات اللي بتكتب بيها البحث. الابحاث ديت معموله بطريقه كويسه بصراحه، يعني اختيار الموضوعات كان مهم قوي. يعني اختيار الموضوعات من الوزاره كانت حاجه كويسه. لو احنا خدنا كل موضوع من تاخد هو مش موضوع هباء كده، يعني لما قال له اكتب لي في موضوع عن السياحه، هو مش عايزه يكتب له في موضوع عن السياحه وخلاص. انا مش عايزك تكتب لي اي حاجه علاقه عن السياحه، ما تخش تكتب لي، قول لي هات لي كلمه عن السياحه وخلاص. لا، ده طلب منه حاجات معينه. لما اجي اطلب من طالب في ثالثه ابتدائي مشروع عن الماء، فانا باجي اقول له في ضوء دراستك، دي كانت أول حاجة في المطلوب، في ضوء دراستك، ودي حتة مهمة قوي، أنت درست حاجات، ابدأ اعمل لي إعداد للمشروع البحثي على ضوء اللي أنت درسته. يعني إيه؟ يعني ابدأ قول لي إيه أهمية الماء؟ الماء ده مهم عندنا في إيه؟ إيه دورته في ترشيد المياه؟ ده مهم عندي. بيجي يديله حتة عايز بقى أدخل فيها الولاد في ثالثة ابتدائي، في السن بتاع ابتدائي خدوا الأشكال، المستطيل والمربع والمساحات. فلما يجي يقول له اعمل لي، صمم لي، انت صمم لي الكلام ده على شكل مستطيل بأبعاد، انت هتصمم الكلام دوت ازاي؟ فانت محتاج انك انت تعمل الحاجات ديت. فازاي اطلع الكلام دوت؟ هاتهالي بالسنتيمتر، فحول لي الابعاد بتاعتك. محتاجين الولاد يعرفوا الحاجات دي كلها. فعشان كده موضوعات البحث ما كانتش موضوعات هباء، موضوعات من اللي الولاد درسوه كويس، من ان الولاد في كل سن سواء ثالثه ابتدائي، رابعه، خمسة، ستة، لحد تالتة إعدادي، كل حاجة جاية من المنهج. يعني الناس اللي بتيجي تقول إحنا عندنا تالتة ابتدائي في موضوع مطلوب موضوع عن الماء، ومطلوب موضوع عن الماء في رابعة ابتدائي وفي خمسة ابتدائي، لأ، التلات موضوعات مختلفين، المسمى واحد لكن الموضوع نفسه لأ، مختلف تماما. أنت من جوه مطلوب منك حاجات مختلفة. في تالتة ابتدائي أنا قلت له اكتب لي عن ترشيد الماء، واحسب لي الكميات بتاعتك، وطلع لي المستطيل عشان يجيب الأبعاد بتاعتها. لا، ده أنا في رابعة ابتدائي قلت له حاجة مختلفة. إيه أهمية الماء كنشاط اقتصادي؟ أنا اتكلمت في حتة تانية بقى، اتكلمت من برسبكتيف مختلف أو من نظرة مختلفة. أنت درست النشاط الاقتصادي، فالمية بتأثر إزاي اقتصاديا؟ فموضوع البحث بتاعك بقى مختلف، مختلف عن الطالب اللي في خمسة ابتدائي. أنا ببدأ أقول له لا، قول لي الماء ضرورتها إيه في أجهزة الإنسان، الجهاز بتاع الإنسان دوت المية مهمة ليه في إيه؟ فأنا دخلته في حتة تالتة. فعندي كل واحد المسمى بتاع الموضوع هو متحد، مسمى الموضوع ثابت، لكن محتوى البحث المطلوب مختلف. فبلاش إن إحنا نمشي مع الناس، يعني خلينا أقولهم، مش عايز إن أنا أقول عليهم سماسرة، بس خلينا بلاش نمشي مع أي حد يقول نعمل أي بحث. ويعني نصيحتي الكبيرة لأولياء الأمور، خلي الولاد تغلط، ده مش امتحان، معلهوش درجات. يعني كل الولاد خدت 100%، ده كده مبدئيا خلينا متفقين مع بعض، معلهوش درجات. احنا كل اللي احنا محتاجينه الولد ياخد ثقافة ان هو بيبحث، ثقافة ان هو بيدور، مهارة ان انا اشتغل مع تيم ورك، مع فريق عمل. ازاي انت لما هتتخرج وتعمل مشروع، انت حاليا وانت طالب بقيت تعمل مشروع، خلوا الولاد يخشوا مع بعض جروبس. يعني فكرة ان كل ولد يعمل ستاند الون او يعمل لوحده المشروع بتاعه بلاش، خليه يبقى مع زمايله، خليهم يوزعوا المهام بينهم،
خلي كل واحد يبقى ليه جزء في المشروع بتاعه، كل واحد يقدر يقول الجزء اللي هو محتاج يعمله، بعد كده نجمع ده كله في مشروع واحد. طيب تعالى ناخد شوية الأسئلة اللي بتدور في أذهان الجميع. المشروع بتاعي دوت أنا هبدأ أسلمه إمتى، ميعاد التسليم بتاعه إمتى، وابتدى إمتى؟ ابتدى بإعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن المشروع يوم 9 إبريل. هيتسلم إمتى؟ هيتسلم يوم 15 مايو، 15/5 حد الأقصى للتسليم بتاعه. طيب الحتة اللي شاغلة كل الناس حاليا، هخش أحط البحث بتاعي إزاي؟ هسلمه إزاي؟ أنا مش عندي إنترنت، أنا مش عندي كمبيوتر أصلا، في ناس بتقول كده، مش عارف هتعامل إزاي؟ فيا جماعة لأ، أنا عايز أقول لكم إني أولا ما تش... زي ما دكتور طارق قال بالظبط، ما تشغلش بالك حاليا بتسليم المشروع. 1/5 وزارة التربية والتعليم هتقول لك يا جماعة سلموا المشروع بالطريقة الفلانية يوم 1/5. يبقى احنا كده خلينا نقول ان دلوقتي انت اهتم قوي بانك انت تعمل المشروع صح، اعمل المشروع بستاندرد سليم، خلي الولاد تتشارك مع بعض في مشروع، خلينا نعلمهم الثقافة ديت، خلينا نعلمهم روح التعاون دوت. بعد كده 1/5 هتطلع وزارة التربية والتعليم تقول لنا ازاي نعمل، فما تشغلش بالك حاليا بالمنصة، ما تشغلش بالك هسلم ازاي. طيب الناس اللي بتقول انا مش عندي كمبيوتر، ما عنديش مشكلة خالص، اعمل البحث بتاعك على ورق، بس مش هتسلمه على ورق، هتسلمه على ايه؟ هتسلمه على سي دي او على فلاش ميموري. طب اللي هيقول الفلاش ميموري دي غالية، طب ب 50 و 60 جنيه، مش هقدر ان انا اعملها عليها. حضرتك ممكن تجيب اسطوانة تقريبا تمنها 2 جنيه وتحط البحث بتاعك دوت عليها، ما تكتبوش صوره يا سيدي وخليه يتاخد سكان وحطه على الفلا على السي دي. فانت تقدر تسلمه سي دي وتقدر تسلمه على منصه، لسه الوزير قال هيعلن عن التسليم في 1/5، فما نشغلش بالنا. طيب في عندنا كام نقطه مهمين قوي. دلوقتي انا اجيب البحث بتاعي منين؟ عايز اخش اجيب، انا في عندي موضوعات محطوطه لي الوزاره طارحه للمرحله الابتدائيه من اول ثالثه ابتدائي لحد سته ابتدائي، في 4 موضوعات لكل صف، وعندي من اولى اعدادي لحد ثالثه اعدادي في عندي الموضوعات بتاعتها هي كمان. طيب هنقدر ان احنا نعمل الكلام دوت ازاي؟ ازاي احنا هنقدر نعمل الموضوعات بتاعتنا؟ هبحث فين؟ الوزاره قالت ان انتوا عندكم في مصادر كتير جدا تقدروا تبحثوا فيها. انت ممكن تخش في مكتبه رقميه كبيره الوزاره عملتها على لينك اسمه study.akb.ag، وكل اللينكات دي ممكن تتكتب دلوقتي، او الشباب معانا اللي في الغرفه ممكن يكتبوها لحضراتكم في اللينكات. فده لينك تقدر تخش مكتبه رقميه كبيره جدا ضخمه، ممكن تخش على مشروع الضخم الاكبر ومشروع بنك المعرفه. حلو قوي، تخش على مشروع بنك المعرفه واعمل بحث بالحاجه بتاعتك بعنوان الموضوع اللي انت محتاج تعمل بحث عليه. فانت كده بالنسبه لك الكلام دوت هيبقى حلو. انا هرد على كل اسئله حضراتكم ديت في الاخر، خلينا هقول بس الملاحظات السريعه وهنرد على كل الاسئله اللي جايه في الكومنتس، بس حضراتكم اكتبوا الاسئله بتاعتكم طبعا. طيب اقدر ان انا اول ما هكتب البحث، في ستاندرد بنقدر نشتغل عليه بالبحث، في طريقه معينه وانت بتقدم البحث بتاعك، البحث والملفات ديت هنحطها برضه لحضراتكم هنا اهوت في الغرفه، في غرفه اداره الازمات وفي بقيه الصفحات اللي بتبث معانا دلوقتي، هنحط لينكات للملفات دي معموله بصيغه وورد، صيغه الوورد يعني مفتوحه، يعني كل حد يخش يعدل فيها زي ما هو عايز. فوق خالص الصف الدراسي بتاع حضرتك بتكتبه فوق، وتكتب لي اسم المشروع بتاع حضرتك، وتقول لي في النص كده العنوان الكبير بتاع المشروع. وهنا الوزارة قالت لي بقى خلي بالك وانت بتختار العنوان بتاع المشروع، في عندي ستاندرد انا محتاج ان انت تمشي لي عليه، ما تحطليش اي حاجة. لو انت في الصف الثالث الابتدائي انا عايز المشروع بتاعك دوت يكون مكون من عدد الكلمات بتاعة المقدمة بتاعتك من 20 ل 25 كلمة، ما تغيرهاش. يبقى أنا بكتب إيه؟ هكتب عنوان بتاع المشروع، تحت عنوان المشروع بكتب الكود. طيب هجيب الكود إزاي؟ أكتر أسئلة شفناها واجهتنا في الفترة دي، أجيب الكود بتاع ابني إزاي؟ حضرتك هتخش على لينك اسمه stud.ea.emis.gov.eg، برضو الشباب معانا في الغرفة ممكن يكتبوه لحضراتكم دلوقتي. هتخش على اللينك دوت، اللينك بيقول لك دخل لي الرقم القومي بتاع الطالب، وهو الرقم اللي موجود في شهادة ميلاده وتاريخ الميلاد بتاع الطالب بتاعك. يبقى انا هحط الرقم القومي وتاريخ ميلاد محافظة الميلاد، وهبدأ اقول النوع بتاع الطالب دوت ذكر او انثى. حددت الحاجات بتاعتي دي كلها وهقول له طلع لي الكود، هيجيب لي الكود اللي بيتكتب في اول ورقة خالص.
يبقى انا كده مش محتاج حاليا غير كود واحد بس، انا مش هحتاج غير كود الطالب، كود الطالب. يبقى انا كده عشان اللخفنه الكتير اللي حصلت الفتره اللي فاتت، حضرتك هيبقى ليك لينك واحد بس، خش دخل الرقم القومي بتاع الطالب هيطلع لك كود، هو الكود ده اللي انت هتكتبه في البحث، مش محتاجين حاجه تاني دلوقتي. طيب تحت الكود بتاع البحث يبقى انا كده اول حاجه حطيتها العنوان بتاعي، تمام. شكرا محمد، جميل جدا، حلو قوي، ده اللينك بتاع بنك المعرفه. ولو حطينا قبليه study.akb.eg هيجي لي ده اللينك بتاع المكتبه الرقميه. طيب يبقى انا كده تقسيمه اول ورقه عندي عنوان فوق خالص، يعني لو انا في الصف الثالث الابتدائي والمشروع بتاعي اسمه مشروع الماء، هقول العنوان بتاعي عنوان المشروع الماء سر الحياه، اخترت كده المشروع بتاعي، تحتيه على طول المربع اللي تحتيه بكتب الكود، وقلنا الكود هنجيبه ازاي، ممتاز. بعد كده هنكتب العنوان، وهنا الوزاره قالت لي لو انت في ثالثه ابتدائي انا عايز العدد الكلمات بتاعه الملخص اللي انت هتكتبه لي في اول ورقه دوت من 20 ل 25 ورقه، ما تتعداش. طب ليه؟ احنا بنبدا دلوقتي نتكلم في ستاندرد بقى، انا عايز الاولاد يبقوا ماشيين على ستاندرد، مش عايز واحد يجي يكتب لي الملخص اللي في الاول ويحط لي فيه 3 صفحات وواحد تاني يكتب لي فيه سطر واحد، لا انا بقول الوزاره قالت من 20 ل 25 كلمه. كده انا خلصت اول ورقه عندي في البحث، ده ممكن تبقى احد المهام اللي يقوم بيها احد الطلاب في المشروع. يبقى انا كده انا هرد برضه على الاسئله في الاخر. بعد كده في عندي الصفحه الثانيه هنكتب فيها العناصر بتاعه الموضوع، وهنا الوزاره برضه طلعت ستاندر، قالت لي لو انت في ثالثه ابتدائي عندك من الموضوع ده من 200 ل 250 كلمه بس، مش عايز اكتر من كده ومش اقل من كده، يبقى احنا هنحاول نخلي الولاد يلتزموا بال 200 ل 250 كلمه. طيب هحط ال 200 ل 250 كلمه دولت في الورقه الثانيه، وعشان خاطر البحث بتاعي يبقى بحث كويس ومقبول عشان الستاندرد، هحط كمان هخلي فيه مع عناصر الموضوع دوت مع الموضوع نفسه هحط صور، يعني لو بتكلم عن ماء هحط زنبور ماء، احط المياه، هحط حاجه تبين الموضوع بتاعي واهميته ايه عشان التنسيق بتاعه. وهتلاقي في التمبلت اللي احنا هنضيفه لحضراتكم الستاندرد كده تلاقي في مكانين لصورتين جنب بعض، وتحت تحط الموضوع بتاعك انت بكلماته اللي هي من 200 ل 250 لو انت في ثالثه ابتدائي، لو من رابعه وخمسه وسته من 400 ل 500 كلمه، اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي من 700 ل 800 كلمه. طيب كده دي الورقه الثانيه في المشروع، ودوت ممكن تبقى مهمه حد تاني من اطراف الموضوع. طيب بعد كده جت الوزاره قالت لي لا استنى بقى، ده انا هطلب منك حاجه تاني، انت كده كتبت لي الموضوع وخلصته لي، طب انا عايز اخلي الولد كمان يشتغل معايا في الجزء الحساب اللي هو درسه، ما الولد درس حساب، طب في جزء الحساب اللي الولد درسه دوت انا عايزه كمان يشتغل معايا فيه، طب هشغله ازاي؟ الوزاره وهي بتديني المشروع بتاعي بتاع الماء بتاع ثالثه ابتدائي قالت لي ايه؟ قالت لي في تصميم لافته، تحط لي لافته اعلان على شكل مستطيل بابعاد مناسبه بالسنتيمتر للحفاظ على الماء، هتكتب لي يافطه شكل مستطيل، ادي الشكل اهوت، ابعادها تبقى مناسبه، ابعاد المستطيل تبقى مناسبه وتحطها لي بالسنتيمتر، وتكتب لي على اليافطه ديت كلمه للحفاظ على الماء. طب ايه هي بقى الكلمه اللي انا هحطها؟ كده الولد هيحط المستطيل، انا هبدا اعمل حساب، طب المستطيل دوت محيطه بيساوي ايه؟ هو الطول زائد العرض في 2، فهشوف انا الطول بتاعي قد ايه زائد العرض وهضربه في 2 عشان اطلع محيط المستطيل بتاعي اللي موجود، عشان هو بيقول لي هنا اهو هتكتب اليافطه عليه وتقول لي عليها احسب لي المحيط بتاعها، مش انت عملتها؟ طيب لازم ان انا اعملها الطول 10 والعرض 5؟ لا براحتك، اختار اي طول واختار اي عرض انت عايزه، اجمعهم اضربهم في 2 هتطلع المحيط بتاع المستطيل. ودي جزء بتاع الرياضيات، الولاد درسوا ازاي يجيب المحيط بتاع المستطيل، محيط الشكل دوت، يبقى انا استعملت الجزء خليت الولد يطبق المهاره اللي هو درسها. طيب عايز اكتب بقى لافته، عايز اكتب كلمه عن حفاظ، فانا هكتب الكلمه ديت لا تصرف في الماء ولو كنت على نهر انقاذ، كلمه مكتوب، اكتب اي كلمه، حافظه على الماء، اكتب اي حاجه كويسه. طيب وبيقول لك حاجه تانية بقى، انت الكلمه دي هتكتبها لي بالعربي، انا عايز ادخل بقى اللغه التانية اللي انت درستها، وتكتبها لي كمان باللغه الاجنبيه يعني بالانجلش، فانت هتكتب لي الكلمه زي ما كتبتها عربي هتكتبها in English، تمام. don't go over board even if you are not running driver، فانت بتكتب لي الكلمه باللغتين،
وخلي الولاد يكتب وخليه يدور وخليه يغلط وخليه ياخد خطوات كتير قوي، مفيش مشكلة فيها. طيب بعد كده هنيجي تحت خالص، هتطلع لي استنتاجك. ايه الاستنتاج اللي انتوا استنتجتوه من البحث اللي انت عملته دوت؟ استنتجت الأهمية الكبرى للماء، ان الماء هو مهم للحياة وهو منبع الحياة، والولاد هيكتبوا كلمات زي كده. اخر حاجة خالص تحت هحط المراجع اللي جاية لي. انا جاي المراجع، جبت البحث ده منين؟ هل من كتاب المدرسة بس اكتبه؟ هل من المناهج بتاعة الاضواء؟ هل من سلاح التلميذ؟ هل من بنك المعرفة؟ هل عملت سيرش على جوجل على طول من متصفح جوجل؟ اكتب المصادر. هل كل دولت؟ اكتب اللي انت عايزه. فانت اكتب لي المصدر بتاع البحث بتاعك زي ما انت كتبته. طيب ناخد شوية اسئلة مهمة في الجزء دوت. محدش ياخد كوبي بيست من نفس الكلام، عشان الكلام ده بيتفلتر. لو لقوا الكلام زي بعض بالظبط الولدين مش هياخدوا الدرجة. الولدين بالنسبة لهم مش هيبقوا حققوا الكلام ده. طيب الولد اللي هيسقط هيحصل ايه، او اللي ما خدش الدرجة بتاعته ايه؟ مش هيسقط، هيطلع السنة اللي بعديها، بس قبل بداية الدراسة هيبقى ليه، يجي قبل الدراسة المدرسة عنده هناك، هيقعد اسبوعين في الاول يعملوا له تأهيل للكلام دوت، يعني هيخلوه برضه يعمل البحث. يبقى انا بالنسبة لي لا، ده احنا عندنا فرصة دلوقتي الولاد يشتغلوا جروبس مع بعض، يخلصوا المشروع بتاعهم. بلاش ان احنا الناس تاخد في تقنية بتبين الكلام، البحث بتاعك ده ديجيتال، في تقنيات احنا بيحط الملف دوت يقول لي لو الحاجات دي متكررة ولا لا في اي بحث تاني فهيطلعوها. فبلاش حد، لا حاول تعيد الصياغة، حاول تغير، حاول تتعب وتعمل بحث انت. فانت كطالب لا، هتقدر تعمل كل الحاجات بتاعتك دي. طلع البحث بتاعك، طلعه زي ما انت عايز، اكتب، خلي الولاد يغلطوا ويتعلموا ويرجعوا للمدرسين بتوعهم يسألوهم ويتعلموا تاني، خليه ياخد تجربة ان هو يعمل البحث بايده. دي اكتر حاجة بصراحة انا بركومند عليها، ومع مهم قوي انك انت تتكلم في البحث ده، خلي الولاد يشتغلوا بنفسهم، خلي الولاد ياخدوا الخطوة دي مهمة. بلاش نخلي الولاد يبقوا بيشتغلوا بفكرة ان انا اروح لحد يعمل لي البحث. احنا شفنا الكلام ده كتير جدا، والمدرسين كلنا عارفين انتوا، انا دايما بقول انتوا جيش، وانتوا زي يعني لا تقلوا اهمية عن اللي بيعملوا الاطباء دلوقتي، بس من فضلكم كملوا دوركم كويس. من فضلكم بلاش لو حد تعرفوه مدرس هو ممكن يكون عنده ضغوط كتير قوي، بس عرفوه ان هو كده بيساهم في انه بيدمر جيل. بلاش تبقى الناس رايحين في طريق وحضرتك رايح تقول لي للطالب انا هعمل لك البحث ب 50 جنيه، لحتى بجنيه، حرام عليك، حرام عليك فعليا. خلي الولاد تجرب وخلي الولاد تاخد خطواتهم. طيب خلينا ناخد طب شوية اسئلة من اللي جات في الكومنتس كده. لو اتنين بيعملوا، استاذة هالة بتقول لو اتنين بيعملوا المشروع يبقى نفس البحث ولا كل واحد بحث مختلف؟ لا هو نفس البحث، والوزارة قالت لحد 5 في مشروع واحد. فلو الشباب الولاد عندنا الطلاب 5 في مشروع واحد بيعملوه، الخمسة هيقدموا نفس المشروع بالظبط، وده اكسبتد. بس هيكتب ايه بقى؟ هيكتبوا ان فريق العمل اللي في المشروع دوت 1 2 3 4، يبقى الخمس نسخ مكتوب فيها اسماء الخمسة، مش نفس النسخة مكتوب فيها احمد محمد والتانية مكتوب فيها علاء ابراهيم والتالتة، لا النسخة يبقى مكتوب فيها اسماء الولاد الخمسة، احمد وعلاء ومحمد وهكذا. طيب اضمن منين في حاله الاندماج مع جروب ما يكونش جايب الجزء الخاص بيه كوبي من اي مكان تاني؟ ما هي الجزء التحضيري ده سؤال ده مهم جدا. ما القصه دي انتوا لازم تبقوا متفقين مع بعض، هو كل واحد شغله صغير جدا، هو بياخد جزء صغير قوي كده. بعد ما بتخلصوا سوا مع بعض تعالوا بقى بدلوا الكراسي. احنا اظن كنا بنعمل الكلام دوت في الجامعه، خلي كل واحد يراجع على شغل التاني. انا النهارده عملت الجزء بتاع الملخص بتاع البحث بتاعي، وانا كتبت الموضوع وانا اللي جبت الصور وانا اللي حطيت الابحاث بتاعتي، تعالوا نبدل الكراسي بقى، اللي كتب الملخص يراجع على اللي كتب الموضوع، واللي كتب الموضوع يراجع على اللي كتب الملخص، مش تشكيكا في بعض، بالعكس ده احنا بنقول لهم احنا بنعمل، يمكن دي حتة كواليتي اشورنس او ضمان جودة، انا بحاول بنضمن سوا ان احنا بنقدم حاجة بكواليتي عالي جدا. فالولاد هيبقى الموضوع كويس، عارف مش كل واحد ياخد كلمتين كوبي بيست ويحطهم زي ما هم، لا خليك انت اتعب، خد مجهود كويس، وهتلاقي في زميلك هيراجع عليك، وهتبقى انتوا كلكم بتحققوا حاجه كويسه قوي. فالحته ديت لو المراجعه بيها ده هي كويس. طب لو في حد عنده اسئله تانية ممكن يكتبها. مناشدات الساده المسؤولين عن سرعه التعجل في اعتماد تطبيق وتفعيل تحليل
طيب عشان نقدر نحلل البي سي ار دي تقنيه طبعا للناس اللي بتسافر وكده، احنا يعني مش وقتنا بصراحه احنا نتكلم فيها دلوقتي للتحليلات والحاجات ديت، يعني انا مش هقدر اتحكم فيها، حاجه تخص الناس بتوع الصحه، وطبعا احنا معانا هنا الساده النواب هم اقدر مننا، والناس بصراحه عامله مجهود كويس وقاطعين شوط كبير قوي في الجزئيه دي، انا يعني مش هتكلم فيه بصراحه، انا بره الموضوع خالص، ما اعرفش عنه اي حاجه نهائي. طيب في حد تاني عنده اي اسئله تاني خاصه بالاجزاء ديت؟ طيب خلينا نرجع نكمل احنا. حلو استاذ وليد عثمان، طيب لو الطالب عمل مشروع لوحده فيها مشكله خالص؟ ما فيش مشكله نهائي، هي يعني الوزاره قالت يقدروا من اول طالب لحد خمسه، فواحد مقبول طبعا، بس انا يعني رايي الشخصي بعيدا عن حاجه، خلي الولاد يتشاركوا مع بعض، خليهم يعملوا كده. طيب سؤال استاذ محمد نبيل، ايه الدور المحدد للمدرسين والمدرسه في موضوع الابحاث؟ حتى وقتنا الحالي مش متحدد، بمعنى البحث بيتبعت للمدرسه، المفترض او السيكونس الطبيعي ان المدرسين هم اللي هيصححوا الابحاث ديت، عشان بالطبيعي مش هينفع، مفيش جهه عندها القدره ان هي تصحح ابحاث مصر فيها 20 مليون طالب، ده صعب جدا، يعني لو استثنينا الطلاب المدارس الخاصه واتكلمنا على الحكومي بنتكلم في ما يقرب من 16 مليون طالب، فده رقم كبير جدا، مفيش جهه تقدر ان هي تصحح ده مهما كان، فلازم مدرسين هم اللي هيصححوا الكلام ده. مدرسين هم هيصححوه ازاي؟ محدش لسه يعني الاليات ديت لسه ما وصلتش، عشان كده يمكن دكتور طارق من كام يوم قال ان في اول مايو هيعلن عن التسليم ازاي وهيتم فيه ايه كده، فخلينا دلوقتي نركز في الحته اللي احنا فيها، ان الولاد تعمل الابحاث ويشتغلوا بيه. طيب المدرسه هتعمل ايه؟ المدرسه حتى الان هي بتتلقى برضو الابحاث اللي جايه لها، سواء كانت مدرسه حكوميه او خاصه، البحث هيتحط، حتى انا هو لسه ما يقبلهوش، وما يقبلوه من بعد 1/5 هيتقال الطريقه بتاعته، المفروض ان 15/5 هيروحوا يسلموا الكلام دوت للمدرسه، ممكن يتسلم هارد كوبي، ممكن يتسلم سوفت كوبي يعني على سي دي او فلاش، او يتسجل اونلاين. هل الورق الخاص بالمشروع مخصص لاكتر من طالب للبحث؟ نفس الورقه الكفر بتاع المشروع اللي الطالب بيقدمها، اللي بيكتب فيها اسمه، انا بكتب ان انا اسمي فلان الفلاني، انا احمد الليسي وعملت مشروع عن الماء، فبكتب اسمي فيه، لو اكتر من طالب هيقول ان فريق المشروع دوت هم احمد محمد وابراهيم علي وعلاء، واكتب اسماء الطلاب كلها في نفس الورقه دي. استاذ كريم، اولياء الامور هم اللي بيعملوا بحث بدل الطلبه، بيظلموا اولادهم. بص خلينا متفقين مفيش حد يقدر يتحكم في الجزئيه ديت، يعني ازاي ان انا اتحكم في ان انا يعني او وزاره او غير وزاره او اي حد يتحكم في ان ولي الامر هو مش مع ولي الامر في البيت؟ بصراحه الحته دي ثقافه، ولازم نقول ان ولي الامر اللي بيعمل كده حضرتك مش بتساعد ابنك، بالعكس حضرتك بتدمره، من فضلك ساعده، ما عندناش مشكله ان انت تساعده، علمه يخش يعمل بحث، قول له افتح ادي متصفح جوجل، ادي عايز مش عايز ما عندوش كمبيوتر خليه يكتب ورقه ويقعد يجرب، خليه يطلع الكتاب بتاعه هيلاقي كل الموضوعات اللي جايه موجوده له في كتب المدرسه، خليه يطلعها، خليه ما فيش مشكله، حضرتك ساعد ابنك، ساعده طبعا ما فيش مشكله خالص ان هو يتساعد. فلكن ولي الامر اللي بيعمل البحث مكان ابنه، يعني رايي حضرتك مش بتساعده، حضرتك بتدمره بصراحه، انت يعني زي بالظبط ولي الامر اللي بيدي لابنه فلوس كتير قوي 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 باستمرار، فهو مش بكده بيخليه يعيش في رفاهيه كويسه، بالعكس انت بتساعده ان هو يتدمر اكتر. طيب يشتركوا مع بعض كل واحد يكتب جزء ولا يعملوها ازاي؟ اه حلو قوي يا استاذ حسين، كل واحد يعمل جزء، ده افضل طريقه، ده السيناريو بتاع المشروع الفعلي بقى، يعني في اداره المشروعات بتتوزع المهام، بتبقى تاسكس كده او مهام محدده، بقول ان انا هعمل الملخص، وانا هكتب في الموضوع نفسه، وانا هتكلم فيه، انا اللي هبقى مسؤول عن ان انا اجيب الصور، انا هعدل في الصور، انا هبقى انا شاطر شويه في الديزاين، انا بحب الصور، انا بحب الالوان، هقدر اختار صور كويسه انا هجيبها، انا هبدا ان انا ادون لكم الحاجات دي، ممكن واحد بقى يكون بيشتغل في السن الكبير شويه عن ثالثه ابتدائي، انا هعمل الكلام دوت على الوورد، انا هاخده وانا اللي هكتبه، فممكن حد يجيبه ورقيا، في حد ممكن ياخده كوبي مش متنسق وانا اللي هنسق، فخلي كل واحد يعمل دور، وزعوا الادوار من الاول. عارف حضرتك في اداره المشروعات بيتعمل في الاول رولز كده، بروجكت مانجمنت، ببدا اقول كل تاسك بتاعت كل واحد هيعمل ايه وبنخلصها، وبعد كده بنروح جايين مجمعين بقى التاسكات دي كلهم يطلع المشروع. خلي الولاد تتعلم الثقافه ديت، ويعني احنا كلنا جاهزين ان احنا نساعد الولاد في الحاجات ديت، وحضراتكم ساعدوهم.
هو ينفع مساعدة ولادنا ولا سيبهم يكتبوا بأسلوبهم الخاص بيهم والشكل ده مش هيكون منسق؟ بص يا أستاذ عماد، في شكل تمبلت أنا هحطه لحضراتكم دلوقتي حالا، ده شكل جاهز يعني تمبلت جاهز عشان يبقى كل التنسيق قريب من بعض. أنا ما عنديش مشكلة في التنسيق خالص، بس التنسيق دوت هيبقى متحدد، هيبقى الولد مطلوب منه الكونتنت المحتوى اللي جوه بس، انا مش طالب منه ان هو ينسق لي بطريقه معينه. انا هدي لك يا سيدي التنسيق اللي جاهز، ده الوزاره مش انا كاحمد، مدي لك تنسيق اشتغل بيه، حط بس انت المحتوى بتاعك، اتعب عشان تجيب المحتوى بتاع الموضوع دوت، اتعب في الجزء الحساب. لما اجي اقول لك ارسم لي مستطيل واعمل لي لفته كده على المستطيل، اكتب لي كلمه عنوان على المستطيل دوت، لو انا مشروع عن السياحه فاكتب كلمه بتقول فيها لصديقك الاجنبي كلمه معينه، انت عملتها في مربع فاحسب لي محيط المربع دوت، فتجيب الطول فتقول ان انا عملت المربع دوت طوله كام في عرضه كام، اعمل خلي الولاد يعملوها كده. فلا انت حضرتك ساعده ان انت تقول له البروسيس او الخطوات بيعمل فيها ايه، ساعده طبعا ما عندناش مشكلة. ما تنساش ان احنا ولادنا ما كانوش مهيئين لفكرة المشروعات، ما درسوهاش، ما درسوش ابحاث، احنا الازمة هي اللي فرضت الشكل دوت. فدور لا حضرتك ساعده، حضرتك ساعده خليه هو يكتب الكلام دوت، حضرتك ساعده هو يكتب الكلام دوت بالطريقة بتاعته، خليه هو يحددها، خليه هو يعمل بالاسلوب بتاعه ده. يعني انا في رأيي الشخصي ان افضل 100% ان الولد يكتب باسلوبه هو، انت حضرتك بس تقول له الطريقة وهو يكتب ويغلط ويتعلم ويعمل عشان يبقى فعلا هو اللي تعب. عارف الحاجة لما تيجي له تعب كده هتفهمها قوي، الولاد دول هيطلعوا جيل مختلف جدا. آه السؤال بتاع استاذ الدولي، اه ليه لازم البحث يكون 800 كلمة ولا ممكن ازيد من كده؟ هي الوزارة حددت ستاندرد، والحتة دي هم بيعلموا فيها الولاد تبقى ملتزم بتايم لاين بقى وتايم فريم وحاجات كتيرة قوي. يعني هم برضو بيعلموا الولاد آليات معينة، انا بعلم الولد انك انت تبقى ما تعديش الليميت بتاعك، انت عارف ان الاسراف في الحاجة بالظبط زي التقليل فيها، فانا عايز اخليك تبقى متحدد، عارف ان انا هكتب 700 كلمة بالظبط، 750 كلمة بس، يبقى هم فيهم الخلاصة بتاعت اللي انا عايز اقوله. لكن لو اكتر من 800 هو كده طلع بره الستاندر اللي الوزاره عايزاه مش عايزاه، وكده انا شايف ان هي تبقى غلطه مش صح. طيب حضرتك استاذه هاله بتقول ازاي احط الصوره في البحث من ملف الوورد التمبلت اللي احنا هنضيفه لحضراتكم دلوقتي حالا، هتلاقي فيه مكانين لصورتين، حضرتك خدي من الوورد اللي حضرتك فاتحاه نفسه من مايكروسوفت وورد، برنامج الوورد نفسه، بتاخدي الصوره من عندك انسيرت او اضافه، اضافه صوره، هختار الصورة من عندي من على الجهاز، هتنزل في البحث على طول، دي بسهولة جدا. أستاذ أحمد علي، طب الورق بتاع المشروع هل يتم تصديره عادي ولا لازم يجيب ورق جاهز من المكتبة؟ لا لا مش ورق جاهز خالص، أي حاجة. لو حضرتك هتسلم المشروع ورقيا سلمه على أي ورق، ورق أبيض، ورق مسطر، زي ما حضرتك عايز، مفيش مشكلة فيها خالص. بعد العنوان والمقدمة لازم أكتب عناصر قبل الموضوع، تمام، هو ده هنكتب حضرتك العناصر اللي هو في الاول اللي هي في فيها الملخص بتاع الموضوع بتاعنا. مش اكتر من طالب بحث، لا تمام، ممكن الطالب المشروع مفيش مشكله، واحنا قلنا ازيك مع بعض مشروع. طيب تعال نشوف كده الاسئله اللي كانت جايه لنا ونحاول ان احنا نطلع منها اسئله تانية. طيب طلاب بتوع الدمج وطلاب المنازل هنعمل فيهم ايه؟ المشروعات اللي نازله هي نازله للكل، مشروعات محدده، هو بس انا مش مقايل لطلاب الدمج ولطلاب المنازل هيتسلم ازاي؟ احنا برضه لسه ما قلناش الاليات بتاعت التسليم، لكن المده واحده. طيب تسليم البحث الالكتروني مش هنتكلم فيه، احنا قلنا خلاص ده بعد 1/5 هيبان فيه. طيب الطالب ممكن يختار طبعا محور بحثي واحد، مش شرط يشتغل مع فريق عمل كامل. هنلاقي بقى في المحاور البحثية في كلمات مكتوبة بخط عريض بولد كده، دي كلمات اسمها الكلمات المفتاحية، دي بقى أنا بقول للولد يعني ركز على الكلمة دي، يعني وهي الوزارة كاتبة المشروع بتاعها، لو جت قالت لي هنا مثلا ادي مثلا المشروع، معرفش هو باين عند حضراتكم ولا لا، الماء، فلاقي فيه كلام جاي لي بولد كده، الكلام اللي جاي تخين شويه بيقول لي اهميه الماء للكائنات الحيه، يعني انا بقول لك وانت بتكتب ركز لي على اهميه الماء،
ده عنصر لازم تستعمله. اما اجي اقول لك دورك فيه ترشيد استهلاك الماء، مكتوبه ترشيد استهلاك الماء بالبولد، يعني ده عنصر حضرتك لازم تاخده، لازم العنصر دوت يتاخد في الاعتبار بتاعي. فالكلمات اللي مكتوبه اللي هي الكلمات المفتاحيه والكلمات المفتاحيه دي، الولاد لما يكبروا شويه هيلاقوا ان هي حاجه مهمه قوي بتفرق في شغل الديجيتال كله بعد كده ان شاء الله. استاذ عماد يعني الولد يجمع المواضيع من الكتب وقراها ويكتبها والملخص اللي هيطلع منه ده هو ده يبقى مجهود ممتاز. صح جدا، ده يا ريت طبعا هو الولد يقدر يقرا، يقدر يفتح جوجل ويعمل بحث فيه عن الكلمه، هيلاقي كلام كتير قوي هو يقراه ويطلع الملخص بتاعه بيه، بس يلتزم بموضوع الكلمات المفتاحيه ديت عشان الموضوع ما يفتحش منه في حته تانيه خالص. طيب سؤال مهم، الطلاب في تالته ابتدائي هل هيقدروا يعملوا مشروع وهم لسه صغيرين؟ اه، عشان الموضوعات زي ما قلنا في الاول، الموضوعات اللي جايه لهم ديت هي موضوعات من المنهج اللي هم درسوه، ما طلعناش بره التايم فريم بتاعهم. انت درست موضوعات معينه فانا كلمتك في نفس الموضوعات بتاعتك، انا ما طلعتكش بره الموضوعات بتاعتك. فلو كان سؤال حضرتك الولد في ثالثه ابتدائي هيقدر يعمل، اه، وحضرتك ما تساعده بس ما تعملش انت البحث. معلش انا هكرر تاني، لو حضرتك عملت البحث انت بتظلمه، بلاش نظلمهم، خلي الولاد من دلوقتي ما يتعودوش ان هما حد هو اللي يعمله، علموه المسؤولية. طيب ايه الهيكل الاساسي احنا اتكلمنا فيه؟ طيب السؤال بقى بعد كده، الولاد هيطلع الدرجة بتاعتهم ازاي؟ انا ابني هيجيب 80 من 100 في البحث دوت ولا 90 ولا ايه خالص؟ انا هيجي لي حاجة من الاتنين، الاجابة هتبقى حاجة من اتنين، هتبقى مقبول او مرفوض. يعني البحث بتاع الولد دوت مقبول او غير مقبول؟ مقبول، التزم بالستاندرد بتاع الوزارة اللي هي حطاه، التزم بالكلمات اللي موجودة، ازاي هقدر هعمله، خلاص دي ده الستاندرد بتاعي، مقبول، اتكلم في الموضوعات بتاعتي، اتكلم في الحاجات اللي انا عايز اعملها. انا الوزارة في البحث بتسأل في سؤال محدد، انا بقول له حتة معينة التزم بالكلام بتاعها دوت، شكرا ليك، هو ده اللي احنا مطلوب منك، فانت كده بحثك مقبول وانتقلت للسنة اللي بعديها. انت ما التزمتش بالحاجات دي فانت بحثك غير مقبول. اه، سؤال تاني مهم قوي، والسؤال دوت انا سمعت اجابات من بعض من السادة المدرسين واجابات غلط بصراحة، يعني اني هل الطالب اقدر اعمل الكلام دوت مع طالب تاني من فصل تاني؟ يعني انا في تالتة اول وابن خالتي في تالتة تاني، هل انا هو ممكن نعمل المشروع مع بعض؟ طبعا الاجابة ايوه، حضرتك تقدر تعمل الكلام دوت، الشرط الوحيد ان انتوا الاتنين تكونوا في مدرسة واحدة، مش في لكن في فصل واحد، ده مش الشرط. احنا قلنا الطلبة تقدر يشتركوا طبعا مع بعض في المشروع، حد اقصى 5 طلاب من طالب لحد 5. طيب كان في سؤال للاستاذ عماد واحنا برضه كنا سايبينه عشان نرد عليه، اهوت مين اللي هيبقى مسؤول عن اعداد كشوف الطلاب اللي سلمت الابحاث واللي ما سلمتهاش؟ مدير المدرسة هو اللي مسؤول عن اعداد الكشوف، هو اللي هيسلم، هيقول من الطلبة اللي قدمت ومين اللي ما قدمتش. طيب السؤال اللي بعد كده، طالب ما قدمش بحث، ما قدمش مشروع وطبعا البحثي ولا عمل اي حاجة وتجاهل الموضوع كله، الراجل الطالب خلاص قالوا له لا مالكش دعوة الكلام ده كلام فاضي ولا تعمل حاجة، فالطالب ده كده ايه دوره ايه؟ لا تحسب له، الوزارة كانتها كده، لا تحسب له درجات الفصل التاني، وهياخد درجة الطالب في الحالة دوت الترم الاول بس، معنى كده ان هو الدور الفصل التاني الترم التاني الطالب دوت منجحش، يعني هيبقى ليه دور تاني، دور تاني في الفصل التاني في الترم التاني، هيتحدد امتى؟ قبل بدء العام الدراسي القادم هيتحدد له. طيب معلم الفصل هو اللي هيصحح، هو اللي هيقيم المشروعات اللي جايه بالطلاب، احنا قلنا ان الموضوع دوت مش متحدد قوي بس عشان خاطر الحياديه هيحاول الموضوع يبقى معلمين من مدارس معينه تصحح من الطلاب مختلفين عشان تحصل فيها حياديه شويه. طيب معلم الفصل بتاعي دوره معايا ايه؟ هل انا دلوقتي وانا بعمل البحث ارجع له في اي حاجه عايز اساله فيها؟ طبعا، ودوت جزء من دوره، ده دور ان حضرتك لو عندك اي سؤال مع معلم الفصل بتاعك لازم ترجع له، لازم تتواصل معاه، لازم تقول له انا محتاج اعمل ايه. طيب
بالنسبة لطلاب أولى وتانية ثانوي لأ ما لهمش أبحاث، هما شغالين عندهم امتحانات عادي خالص. طيب أنا عندي هنا في سؤال، إيه قواعد كتابة البحث للمرحلة الإعدادية؟ هنحط لحضرتك تمبلت دلوقتي بتاع المرحلة الإعدادية، هنحط لحضرتك دلوقتي تمبلت بتاع المرحلة الإعدادية عشان نلتزم بيه بالظبط. ده اللي الوزارة منزلاه، بتقول لحضرتك يعني حضرتك امشوا على التمبلت دوت، هو هتلاقيه ما بيختلفش عن بتاع الابتدائي، هو تمبلت بحثي وده تمبلت ثابت إلى حد كبير مع اختلافات بسيطة، اختلافات في حجم الكلمات، في الموضوعات، في الأسئلة أو في الكلمات المفتاحية اللي هو بيشرح فيها الموضوع اللي مطلوب تعمل فيه البحث. اه حلو قوي سؤال الاستاذ احمد علي، ان الاجتماع بتاع فريق البحث، الفريق بتاع البحث دوت وهم الطلبه دلوقتي هيجتمعوا مع بعض ازاي؟ هل يخش يجتمعوا في بيت حد منهم؟ لا، احنا دلوقتي في اجراءات احترازيه، الله يكرمكم، بلاش حد ينزل حد، بلاش الولاد يتجمعوا مع بعض، احنا بنحاول ان احنا برضه يعني نبعد شويه الى حد ما. طيب الولاد هيخش يجتمعوا على ايه؟ يجتمعوا دلوقتي باي طريق، يشتغلوا عن طريق الواتساب، يشتغلوا عن طريق اي سوشيال ميديا ممكن يشتغلوا بيها، يشتغلوا باي طريقه ممكن توصلهم ان هم يجتمعوا مع بعض، واحنا ممكن نبقى نوري لهم طرق كتير قوي ممكن يعملوا فيها اجتماعات اونلاين وكلها فري مفيش مشكله فيها. آه لا حضرتك مش استاذه، ما تكتبيش انت عناصر اخرى، خليكي ملتزمه بالاسئله. طب ليه؟ عشان خاطر زي ما قلنا في الاول الاسئله ديت هي اللي من المنهج اللي انت درستيه، فالأسئلة جاية من المنهج، فبلاش احنا نحط عناصر من عندنا. التواصل مع المدرس هيكون عن طريق برنامج ادمودو، لحد الأسبوع اللي فات كانت الإجابة آه، الوزير أعلن في آخر الأسبوع إني مش هيت... حتى الآن تسليم المشروعات هتتم إزاي محدش عارف الآليات بتاعتها، مش كل المدرسين تكودوا مع ادمودو، مش كل الناس اشتغلت على ادمودو، فمش هنقدر ان احنا نقول ان الاجابه اه ان هم يشتغلوا معاه. هيشتغل ازاي؟ حتى الان الرؤيه غير واضحه قوي في التعامل مع التواصل مع المدرسين. لو المدرسين فعلوا الادمودو، المنصه اللي الوزاره اتكلمت فيها، هيتواصلوا مع طلابهم ويقدر الطلاب يتواصلوا معاه على طول. لو المدرسين فعلوا الاكونتات بتاعتهم على ادمودو يقدروا يتواصلوا طبعا معاهم على طول مباشره. لو ما فعلوش المنصة بلاش ان احنا نخنق الولاد وبلاش نقول لهم ما تشتغلوش، تواصلوا بأي شكل ما. استاذة امل في الحياة، ازاي اجيب رمز الفصل؟ احنا قلناها في الاول بس هنقولها تاني مفيش مشكلة. في دومين كده انا هحاول ان انا اكتبه لحضراتكم في التعليق دلوقتي، اللينك اللي انا كتبته لحضراتكم دلوقتي ده كده، بتفتحوا اللينك دوت هنحط فيه الرقم القومي بتاع الطالب اللي موجود في شهادة الميلاد بتاعته، وهنحط فيه ونحط ويختار تاريخ الميلاد بتاعه والنوع بتاع الطالب، هيطلع لي الكود بتاع الطالب اللي يتحط فيه، ده الكود اللي هيتحط في البحث. رمز الفصل خلينا دلوقتي ما نستعجلش عليه عشان الوزارة قالت مش هيبان دلوقتي. بالنسبة لموضوع الأكواد ده، كان لحد من فترة كان كل مدرسة بدأت تعمل أكواد ومدرسين على إن هو هيتم التسليم عن طريق الإدمودو. الوزارة الدكتور طارق أعلن إني هيقول في 1 مايو إيه آليات التسليم، فمعنى كده إن الوضع الصحيح للكلام بتاع الدكتور طارق إن لا إحنا هنوقف دلوقتي موضوع التسليم عن طريق إدمودو، هو قال محدش يشغل باله بالتسليم، فخلي الولاد في البحث بس. المدارس اللي عندها منصات غير بتاعة الوزارة إيه وضعهم؟ حلو. في منشور جه من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم وشؤون المعلمين، اتبعت فاكس رسمي لكل المدارس، للمديريه التربية والتعليم، وكان بينص صريحة ان المدارس الخاصة والدولية اللي عندهم منصات للتعامل بتاعها يتم التعامل عن طريق منصتهم، ما بقوش هم مجبرين للتعامل على منصة معينة. ازاي اسجل على الادمودو؟ هنبقى نحط لينك بالشرح بتاع التفاصيل بتاعته، واظن برضو بعد البوست بتاع دكتور طارق شوقي ان الناس قالت دلوقتي ما تشغلش بالك بازاي هتسلم البحث، فحضرتك ما بقتش محتاجة تسجلي. بس سريعا عشان تسجل ازاي، انت بتخش الاول على اللينك اللي انا حطيته دلوقتي في الكونس بتاعنا دوت، بالكود بتاعك هتخش تسجل عادي اكاونت جديد خالص كطالب على المنصة نفسها،
بعد ما تخش هيطلب منك الكود، هتحط الكود بتاعك اللي انت جبته من اللينك اللي انا حطيته دوت، وهيبقى فيه كود للفصل وكود للمدرسة عشان تقدر ان هو يحصل الكونكشنز بينهم. طيب نرجع لأسئلة تانية. لو المشروع متى يصبح المشروع البحثي مرفوض من جانب وزارة التربية والتعليم؟ إذا تطابق المشروع مع مشروع آخر، أو ثبت إن شخص قام بكتابة المشروع، يعني واحد كتب المشروعين الاتنين، ناس بتعمل مشروعات للطلاب وبتبيعها لهم، فهتبقى الطريقة واحدة والكلام واحد وهكذا، ده طبعا هيتم رفض المشروع. حلو أوي. ده طبعا هي يعني على أي أساس تم اختيار المحاور البحثية التي أتاحتها الوزارة للطلاب؟ إحنا جاوبنا السؤال دوت إن ديت بناء على مخرجات التعلم. إحنا قلنا كل مرحلة دراسية، كل صف دراسي مطلوب فيه مخرجات تعين. تالتة ابتدائي محتاج إن هو يعرف إيه، الطالب في آخر السنة يعرف إيه، فالمشروعات ديت بتبقى ديبند على الكلام دوت. الكلام دي كلها موجودة على study.ekb.ag، المنصة موجودة طبعا. طيب دي اللي هي منصة ذاكر يعني. بس انا اظن دي كده معظم الاسئله. بس دي كل الاسئله اللي جات لنا النهارده، ولو في حد من حضراتكم عنده اي سؤال اهلا بيكم في اي وقت. وشكرا لكل الناس اللي بتبث دلوقتي، وشكرا لكل الناس اللي بتساعد على ان الموضوع يبقى افضل، اللي بتساعد لاولادنا. انا هعيد للمره الكتير قوي، رجاء ولي الامر ما تعملش البحث لابنه، خلي الاولاد هم اللي يشتغلوا، خلي التجربه تنجح، خلي الولاد يحسوا بالفرق الحقيقي. وإن شاء الله وكلنا نخلي بالنا، وكل واحد يخليه في بيته دلوقتي إلا للضرورة، عشان ربنا يحفظ الجميع إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وتحياتي للجميع. شكرا، السلام عليكم.